ارحب بكم اصدقائي الشباب في كل مكان، وحلقه جديده وبرنامج يلا شباب. في حلقتنا دايما متعودين اننا بنسلط الضوء على ابداعاتكم وابتكاراتكم واختراعاتكم، كمان بنحاول وبنسعى دايما الى حل مشاكلكم من هنا من داخل برنامجنا يلا شباب. في الحقيقه كمان بنسلط الضوء على اننا لازم نركز على ابداعاتكم افكاركم، بنناقشها وبنحاول كمان ان احنا نحلم معكم ونحول الحلم الى حقيقه، لانكم فعلا امل مصر وحاضرها ومستقبلها، وكمان بسواعدكم طبنا مصر. يلا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا، خليكم معانا. اصحاب الفخامه، لقد آن الأوان كيما أسلم الرئاسة إلى رئيس الداخل الاتحاد فخامة الرئيس عبد الفتاح. أدعو أعوان المراسم أن يتكرموا بمرافقة رئيس الداخل إلى المنصة كيما يتولى الرئاسة. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا في الفاصل اللي فات انه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الاتحاد الافريقي، وكمان بناكد على انه العلاقات المصريه الافريقيه فعلا علاقات يعني وطيده، وده بينعكس وبياكد اكتر على انه يعني ان شاء الله دعم الاقتصاد المصري، ان القاره الافريقيه زي ما قال فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انها واعده، ومن خلالها هيتحقق نمو كبير جدا جدا في العمليه الاقتصاديه. دلوقتي هنبدا معاكم حلقتنا تحت عنوان العلاقات المصريه الافريقيه الاقتصاديه واثرها على الشباب الافريقي. معانا الدكتور احمد سعيد، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. دكتور احمد سعيد استاذ الاقتصاد، وهيكلمنا دلوقتي عن اهميه افريقيا بالنسبه للعالم كله.
والله هي أفريقيا بالنسبة لمصر ليها خصوصية معينة وهي نهر النيل ده في الأساس، هي بالنسبة لنا شريان الحياة، فده في المقام الأول بالنسبة لمصر. بالنسبة لدول العالم كله زي ما سعادة الرئيس قال هي أرض الفرص الواعدة، لأن أفريقيا بكر، أفريقيا أخصب تربة موجودة، كل الفرص للاستثمار إذا كان استثمار الصروف للصناعي أو استثمار زراعي، لأن في مواد خام متوفرة، في معادن متوفرة، في أرض تصلح لأن هي تتزرع يطلع منها إنتاج حيواني وإنتاج زراعي. فالعالم كله النهاردة بينظر لأفريقيا كأنها أفضل مكان للاستثمار. لكن بالنسبة لنا إحنا كمصر إحنا أقرب دول العالم ليها، فده بيدينا ميزة تنافسية إن إحنا نقدر يبقى فيه تبادل تجاري أوسع. وزي ما حضرتك كنت بتقولي تسلم سيادة الرئيس لرئاسة الاتحاد الأفريقي دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. منظمة الاتحاد الأفريقي لما تأسست كان الهدف منها هو تسهيل الاندماج الثقافي والاقتصادي ما بين الدول، أولة إزالة الحواجز الجمركية والكمية المخلوقية والمجلزية وحلتلازية ما بيننا وما بين الدول الأفريقية. تمام. بس مش خافي على حد مصري إن كان في جمود في العلاقات المصرية الأفريقية في السنوات اللي فاتت؟ أكيد طبعا، يعني بدون مقاطعة كلام حضرتك إنه فعلا كان في جمود فترة حكم الإخوان، إنه كان في تجمد شوية في العلاقات ما بيننا وما بين دول أفريقيا، وده بينعكس على الاقتصاد اصلا، يعني بيأثر اكيد على الاقتصاد المصري. هو الامر وصل ان احنا في 2013 تم تجميد عضويه مصر في الاتحاد الافريقي، يعني في 2013 طفت على السطح كل المشاكل. ما تقدريش تقولي ان مشاكلنا في افريقيا كانت اخر سنه بس اللي هي 2013، لا دي تراكمات على مدى سنين فاتت. ولكن المشاكل كانت تجميد عضويه مصر في الاتحاد الافريقي ظهرت كمكتبه كيف اضحى بالفرسانجي وضعي كمان من وجود سد النهضة، وان دولة اثيوبيا ما كانش عندها مراعاة للأثار الأضرار اللي ممكن تحصل لمصر من وراء السد ده. وفجأة تولى حكم مصر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كانت نقطة تحول كبيرة في علاقات مصر بأفريقيا. ان ده حصل في خلال السنوات اللي فاتت، ان فجأة احنا تم تجميد عضويتنا في 2013، ان انت النهاردة في 2019 تتولي رئاسة الاتحاد الافريقي، فده معناه ان في تغير. طبعا نقطة فارقة من دولة تم تجميد عضويتها لدولة تبقى رئيس الاتحاد، فدي ده معناه ان الدول الافريقية استوعبت التغير السياسي اللي حصل في مصر. وايش انا عمله سعادة الرئيس، يعني مستحيل ان الدول الدنيا اللي حسن دي كانت ترجع تعيد عضوية مصر وتسمح لنا ان احنا نتولى رئاسة الاتحاد من غير ما يكونوا شافوا حاجة بتتغير في مصر. والحاجة دي اكيد مش مجرد المحبة، يعني ما نقدرش ننكر ان في علاقات اخوة ومحبة ما بين مصر وما بين الدول الافريقية، لكن في ظل وجود العلاقات دي برضو كانت العلاقة مجمدة. انما الرئيس نجح انه يعيد الاندماج الاقتصادي والسياسي ما بين مصر وما بين الدول الافريقية، لان النهاردة العلاقات الاقتصادية هي الاساس والمحرك لكل العلاقات الدولية. ده اكيد طبعا. فتقدر تقولي ان احنا بقى في علاقات اقتصادية وطيدة ما بين مصر كدولة وشركات مصرية قطاع خاص وقطاع عام في دول افريقية متعددة. ده سمح لنا ان احنا نستعيد ريادتنا لافريقيا. ده سمح لنا النهاردة أن أثيوبيا تبدأ تحط في خطتها أن السد ده ممكن يأذي مصر، فتبدأ تعيد هيكلة الخطوات بتاعت ملء السد عشان ما تأذيش مصر. ففي تغير حقيقي حصل في الملف. لما تشوفي أن احنا في 2013 كان عندنا مشاكل جامة مع أفريقيا، لفجأة النهاردة بقيتي رئيسة الاتحاد الأفريقي. صحيح. لأن أثيوبيا تتنازل عن مخططها لبناء السد بالشكل اللي كانت عايزة تبنيه، وأن هي تحطنا في الاعتبار. ده مجهود، أنا شايف أن ده مجهود سعادة الرئيس عمله. النهاردة بيكلل ده برئاسته للاتحاد الأفريقي، دي تقريبا أول خطوة، يتبعها خطوات بعد كده. خطوات زي إيه؟ زي ما سعادة الرئيس أعلن في المنتدى الشباب الأخير في شرم الشيخ. صحيح، منتدى الشباب الأفريقي عام 2018. طبعا. إعلانه لشرم الشيخ إنها عاصمة شباب أفريقيا، إنها دي مدينة شباب أفريقيا، ده بيسمح، دي بوابة النهاردة إن كل مؤتمرات الشباب في الدول الأفريقية تبدأ تتعمل في شرم الشيخ، ان لو في علاقات شراكات تجاريه تبدا تتعمل من شرم الشيخ، تبقى شرم الشيخ بوابه لافريقيا. بالظبط. ودي خطوه محمود الرئيس عملها، لان ده ما كانش موجود في السابق. يعني احنا النهارده بقينا في حكومه عندها التوجه ده في قطاع خاص كمان. يعني برضو المساله زي ما اتفقنا مش مجرد مشاعر للمحبه، في شركات مصريه كتير بتبدا تصدر منتجات شركاتها لافريقيا. افريقيا سوق كبير مفتوح، تقدري تقولي ما عندهمش غير صناعات بدائية في حاجات كتير جدا. فهم عندهم احتياج لصناعات مصرية، فأنا شايف النهاردة في منسوجات وملابس مصرية بتتصدر لأفريقيا،
في صناعات بلاستيكية بتتصدر لأفريقيا، في صناعات أساس وصناعات أخشاب وحاجات بالشكل ده بتتصدر لأفريقيا. مجالات عديدة ومتنوعة طبعا في التبادل التجاري والاقتصادي والزراعي ما بيننا وما بين دول أفريقيا. دكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد، خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل معكم حلقتنا، خليكم معنا. سمعنا كتير عن اللي انعرض كان عامس حاد الأفريقي، بس جه الوقت اللي بقى مهم نعرف فيه ايه الحكاية. بدأت الحكاية يوم ما قرروا أبطال من 32 دولة أفريقية سنة 63 تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية لهدف طموح ومهم ساعتها، وهو تحرير أفريقيا من الاستعمار. وكان منهم نكروما وهايلي سلاسي وسيكاتوريه وجمال عبد الناصر وغيرهم الكتير من الأبطال أباء أفريقيا الحديثة. ولما نجحنا كأفارقة في تحرير قارتنا من الاستعمار الأجنبي، وبمرور الزمن اتغير الهدف واختلفت التحديات، وبقى اهتمامنا كله ازاي نحقق تكاملنا الاقتصادي وتنمية ورفاهية كل شعوبنا. وهنا حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية في 2002، واستمر عمل الاتحاد لتحقيق أهدافنا ومصالحنا كلنا لحد دلوقتي. ومن ساعتها رؤسائنا الأفارقة بقوا بيجتمعوا سنويا في قمم الاتحاد لدراسة أحوال قارتهم من تم التفكير في المستقبل، واتفقنا على خطة اسمها الأهم سرخ العن أفريقيا أجندة التنمية 2063، عشان نتعامل مع مشاكل القارة بعد 100 سنة من إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. ومن هنا يشرفنا كمصريين اختيار بلدنا لرئاسة الاتحاد الأفريقي السنة دي، اللي فضل ارتباطها بقارتها الأفريقية مش بس بتاريخ لكن كمان بمستقبل ومصير واحد. تحدي جديد من يوم 10 فبراير مع استلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد من شقيقه الرواندي الرئيس كاجامي. والأولوية هتكون لتحقيق طموحاتنا المشتركة كأفارقة وطموحات شبابنا اللي بيمثلوا أكتر من 60% من أفريقيا. أولوياتنا في مجالات كتيرة تبدأ بمجال حفظ السلام والأمن والاستقرار، وكمان تحقيق تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكاملنا الاقتصادي واندماجنا الإقليمي لحد مد جسور التواصل بين الشعوب الأفريقية. والتعاون مع شركاء أفريقيا وغيرها مهمة ومسؤولية جديدة لخدمة إخواتنا وولادنا في كل القارة علشان مزيد من التضامن الأفريقي. بس هنكون إن شاء الله قدها. حلم أفريقي بدأ ولسه مكمل معا من أجل أفريقيا. تحيا مصر وتحيا أفريقيا. فعلا تحدي كبير لمصر انها تتسلم رئاسة الاتحاد الافريقي، وده الحقيقة مش غريب على مصر. مصر دايما في الريادة، مصر دايما في المقدمة، مصر عنوان الفخر، عنوان العزة، عنوان الكرامة، عنوان التنمية في كل المجالات. فعلا تحيا مصر تحيا افريقيا. لسه مكملين مع دكتور احمد سعيد استاذ الاقتصاد، وحلقتنا تحت عنوان العلاقات المصرية الافريقية الاقتصادية. دكتور تعليق حضرتك على الفاصل. حقيقي انا يعني انا كمصري حسيت بالفخر لما سمعت كلمه الرئيس في الاتحاد الافريقي. قد ايه انا شفت ان هو عنده رؤيه وخطه طموحه، هو نفسه ان الاتحاد الافريقي يبقى زي الاتحاد الاوروبي، هو نفسه ان يبقى في ازاله للحدود الجمركيه ما بين دول افريقيا زي ما ده حاصل في الدول الاوروبيه، زي ما شايف ان هو بيتمنى في يوم من الايام يبقى في عمله افريقيه موحده. وده في الحقيقة كل الناس يعني كل الرؤساء تقريبا في السابق كانوا بيتكلموا على الوحدة ما بين مصر وأفريقيا وعلى الوحدة ما بين دول أفريقيا وبعضها. لأن الرئيس السيسي أول رئيس يبدأ ياخد خطوات فعالة، يعني المشاعر الطيبة موجودة من سنة 63 فعلا، صحيح، من ساعة تأسيس الاتحاد الأفريقي في 2002 أكيد، لكن الخطوات الفعالة اللي احنا نقدر ننفذ ده من خلالها ما كانتش موجودة. وده لان ما كانش عند الاتحاد الافريقي استقلال في الدعم المالي الخاص به، كان بيعتمد على الدول. انما رئيس السيسي النهاردة عنده وجهة نظر محددة لرئاسته للاتحاد الافريقي، انه عايز يوجد موارد مالية خاصة للاتحاد في حد ذاته عشان يبدأ الاتحاد يكون قادر على تنفيذ الاجندة الخاصة بتاعته. فدي وجهة نظر محمود طبقها، لكن احنا انجزنا في انجازات منها. احنا النهارده برضه مصر موقعه اتفاقيه الكوميسا ما بينها وما بين دول جنوب وشرق افريقيا بالفعل. يعني ومن باب كده دكتور برضو انه يعني اتفاقيه الكوميسا كان عقد مؤتمر الكوميسا طبعا بشرم الشيخ،
واللي أكد على أنه زيادة التبادل التجاري والاقتصادي والتوسع أكتر وأكتر في العلاقات ما بين مصر وأفريقيا. خليني أقول لك أن الرئيس السيسي مش مجرد بيتكلم، هو في شهر 11/2018 يعني في نوفمبر كان مؤتمر شباب العالم، قال أعلن في المؤتمر ده أن شرم الشيخ هتبقى مدينة شباب أفريقيا. في شهر ديسمبر يعني بعديها بشهر واحد اتعمل المؤتمر بتاع الكوميسا. صحيح. فدي خطوة تنفيذية، هو يعني مش مجرد ان احنا اعلننا بس ان هتبقى شرم الشيخ مدينة شباب افريقيا، لا ده بعدها بشهر مباشرة بقى فعلا في شباب افريقيا مدينة. موجودين انشاء مدينة لشباب افريقيا طبعا جوف في شرم الشيخ، وبقى في مؤتمر للكوميسا دعا فيه كل الشركات العالمية. يعني المؤتمر ده كان حاضر فيه شركات ومستثمرين من كل دول العالم، وكان الهدف في وجود الدول الافريقية وممثليها في شرم الشيخ والشركات العالمية هو جذب الاستثمارات مش لمصر، ده جذب الاستثمارات لمصر والأفريقيا كلها، باعتبار ان مصر هتبقى مركز ربط العلاقات العالمية الأفريقية. يعني اي حد عايز يبدأ يستثمر في أفريقيا مصر بقت بوابة ده. ليه؟ كلمة خبرات دي حاجة مهمة جدا، لان دي جميع مرح مثلا شركة زي المقاولين العرب بتشتغل، وشركة وطنية مهمة جدا بتشتغل في أفريقيا بقى لها اكتر من 50 سنة، فده كون عندها خبرات في التعامل في البيئة الأفريقية، بقى ليها فروع وليها مكاتب وليها دراية بالاقتصادات في أفريقيا ودراسات أمنية. فالنهاردة أي شركة مقاولات عالمية عايزة تدخل أفريقيا تقدر أنها تستعين بشركة المقاولين. فالرئيس حط أفكار ونماذج مشابهة للفكرة دي تسمح لنا أن احنا نكون بوابة للتعاون ما بين الدول الأوروبية ودول وأمريكا ودول مختلفة مع أفريقيا. فإذن المسألة النهاردة ما بقتش كلام، المسألة النهاردة في استثمارات حقيقية. وبالمناسبة في شباب بقى، يعني أنا بتكلم على جيلي وعلى الشباب اللي حواليا شايفين فرص واعدة في أفريقيا، وبينزلوا دلوقتي يدوروا إيه اللي الدول الأفريقية محتاجاه، يعني إيه اللي الأسواق في أفريقيا محتاجاه، وبيبدأوا يوردوا المنتجات اللي الأسواق في أفريقيا محتاجاها وبهوامش ربح كبيرة. الله، يعني إذن لا إنه خلاص الشباب اتحركت بالفعل. أكيد. بدأ التنفيذ على أرض الواقع يتم من خلال زي ما حضرتك قلت الشباب بتسافر لدول أفريقيا بتشوف إيه المجالات اللي فعلا الدول الأفريقية محتاجها في التعاون التجاري والاقتصادي وأيضا الصناعي. لا فعلا شبابنا خلاص الحمد لله إحنا في خطة ثابتة. فتك إنك ركزت وقلت أيضا إنه لما قال سيادة الرئيس عامل وإنه يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر العالم كله بينظر ليها إنها فرصة واعدة لتحقيق يعني التنمية المستدامة ومعدلات أكبر في النمو سواء اقتصادي سواء تجاري زي ما حضرتك قلت. طيب ده بينعكس بقى على شباب مصر ازاي؟ ده بينعكس على شباب مصر انه ده بيفتح لهم ابواب وافق جديدة للاستثمار في افريقيا وللعمل، مش بس اللي عايز يستثمر بماله، لا النهاردة في فرصة للمهندس، في فرصة للطبيب للعمل في دول افريقية بمبالغ ضخمة، لان هم عندهم قصور في التعليم. يعني لغاية دلوقتي في دول افريقية كبيرة عندها قصور في التعليم، ما عندهاش مهندسين وما عندهاش اطباء ومحتاجة انها تتعلم مننا، ومش عيب ان احنا نبدأ ننقل لهم الافكار وننقل لهم التعليم وننقل طبعاً. لهم التكنولوجيا طبعاً. وده من اهداف منظمة الاتحاد الافريقي، يعني اهدافها هو فعلا تذليل العقبات تجاه التعاون العلمي والثقافي. زي ما الازهر بوابة للدول الافريقية لتعليمهم وان احنا بنستضيف مواطنين كتير وشباب كتير، دي النهاردة بترحب بانتقال علماء مصريين ليها، يعني صم امل علاق نتبحر وبرهنها بانتقال شركات ليها. ده ما كانش ينفع يحصل الا في ظل وجود استقرار سياسي ما بيننا وما بينهم. يعني كنا محتاجين لرئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي يبقى عامل علاقات وطيدة. يعني انا اللي يشجعني كشاب ان انا اروح في افريقيا ايه؟ انا عارف ان انا حكومتي في ظهري طبعا، انا عارف ان الدول دي بتحترم دولتي، والا غير كده انا هبقى خايف على استثماري. لكن في ظل وجود علاقات من النوع الموجود حاليا واستقرار ده بيسمح لي ان انا استثمر هناك، بيسمح لي ان انا اورد لهم منتجات. كمان مش مجرد ان احنا نورد لهم منتجات بس، ده احنا نقدر نستورد من عندهم مواد خام. خدي بالك افريقيا من المواد الخام المعدنية هي العمل من حيث حتى المنتجات الزراعية، من حيث الثروة الحيوانية. فاحنا عندنا مساحة واسعة جدا ان للتعاون مع دول افريقيا، وانا شايف ان شاء الله ان يعني السنة دي هتكون يعني اكبر معدل تعاون تجاري ما بين مصر وافريقيا هيتحقق في 2019 ان شاء الله، لان في خطوات ملموسه مش مجرد امال. زي ما قلت لحضرتك ميزه فتره الحكم اللي احنا فيها ان الرئيس ما بيتكلمش، ان هو بينفذ، وده طافي على السطح. احنا شايفين ده مترجم لعلاقات واضحه. يعني صحيح بالفعل، فعلا ان زي ما حضرتك قلت النتائج ملموسه،
يعني الموضوع مش بس كلام، لكن فعلا تنهض وما توقفش، مش هقول ايه ضغطنا العف، مش عايزين حلمنا يقف عند نقطة معينة. زي ما قال دكتور أحمد سعيد أنه أي شاب عنده فكرة، عنده هدف، عنده طموح، مهندس، طبيب، يعني عايز يستثمر، بالظبط شاب عايز ينجح. أي شاب عايز ينجح يا جماعة، أفريقيا فيها فرص واعدة. اللي أنا أقدر أقوله النهاردة أن أنت تقدر تدخل على الإنترنت وتبحث عن الدول الأفريقية وتشوف إيه اللي بينقص هناك في الأسواق، أو إيه المواد الخام المتوفرة هناك، لأن برضو مصر النهاردة فيها ثورة صناعية. فالثورة الصناعية اللي موجودة في مصر دي محتاجة مواد خام. احنا نقدر نجيب المواد الخام دي من افريقيا بإعفاءات جمركية كاملة، زي ما احنا نقدر بعد ما ناخد منهم المواد الخام نصنعها هنا ونعيد تصديرها ليهم برضو بإعفاءات جمركية. ففي مساحة واسعة للتبادل والتعاون التجاري والاقتصادي ما بيننا وما بينهم، وده هيترجم في بطولة كاس الأمم الأفريقية. يعني الرياضة بتكون بوابة لإزالة الفوارق ما بين الشعوب. يعني أنا لو عايز أوطد الصداقة ما بين الشباب المصريين والشباب الأفارقة، فالرياضة ممكن تكون بوابة كبيرة جدا. مصر طبعا بتتميز دايما بالترحاب لضيوفها. كاس الأمم احنا نستضيفه في مصر يمكن بعد 3 شهور، أكيد الشعب المصري هيرحب بكل الضيوف وبكل الشباب اللي جاي لنا من دول أفريقية. تمام. ونقدر في المرحلة، في وجود الضيوف دول وفي وجود السائحين اللي جاي لنا من دول أفريقية دي، مش بس إن هم يتابعوا كاس الأمم هنا، لأن احنا نعمل علاقات تجارية ما بيننا وما بينهم، إن احنا نقدر نفتح أفق للتعاون أكبر. فأنا شايف إن مش مسألة دلوقتي ده، احنا بس كانت عضوية مجمدة، رجعت لنا العضوية ورجعت لنا رئاسة الاتحاد الأفريقي. كان في مشاكل على سد النهضة اللي هيقطع شريان الحياة اللي هو نهر النيل، المشاكل دي اتحلت. بقى في النهاردة كاس الأمم الأفريقية موجودة في مصر، بقى في شرم الشيخ بقت بوابة وعاصمة لشباب أفريقيا. صحيح. بقى في مؤتمر الكوميسا موجود في شرم الشيخ. فدي خطوات، دي إنجازات يعني. إنجازات وفعلا حاجات كتيرة جدا بتدينا الدفعة إن إحنا نتقدم، إنه في زي ما قال دكتور أحمد سعيد كأس الأمم الأفريقية على الأبواب، هيبقى فرصة ومساحة كبيرة لزيادة التعاون ما بيننا وما بين دول أفريقيا، ومن باب إن إحنا فعلا بنتكلم عن القارة الأفريقية وعن مصر وعن التنمية الحقيقية اللي إحنا فعلا شايفينها ولمسينها على أرض الواقع. نخرج دلوقتي فاصل نشوف ده بيقول. مفيش فروش وعبوجات من أصل واحد، نفس البداية والبدود، متوحدين رغم التعب رغم السنين، متجمعين ضمين قلوبنا والإيدين. Here we are, many faces and hearts, let's say oh Africa, oh Africa. Laughter and good times, our rhythm and harmony, oh Africa. مرحبا بكم من جديد، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده، وبنتكلم عن العلاقات المصريه الافريقيه وتاثيرها على الشباب المصري والافريقي. لسه مكملين مع دكتور احمد سعيد وحضرتك، كنا قبل الفاصل بنتكلم انه كاس الامم الافريقيه بقى والخطوات والانجازات اللي فعلا بدات يعني تتم على ارض الواقع. طيب نصيحه حضرتك بقى للشباب يعملوا ايه، سواء الشباب المصري او الشباب الافريقي؟ الشباب المصري دلوقتي يبدأوا يشوفوا أفريقيا سوق كبير وسوق مفتوح، وممكن تكون بوابة كبيرة إن احنا نصدر لها منتجات مصرية كتير. تقدر تقولي إن يعني هم لسه عندهم نقص في التكنولوجيا، يعني مصر متقدمة على دول أفريقية كتير في التكنولوجيا وفي مجالات كتير صناعية. فإحنا أقرب لهم، بدل ما هم يستوردوا المنتجات اللي بيحتاجوها من أوروبا، يعني بدل ما الدول الأفريقية تستورد من الصين أو من أوروبا،
مصر كمساحة جغرافية أو كمسافة جغرافية قريبة أكتر لأفريقيا، فهيدينا ميزة تنافسية في التصدير ليهم من حيث الوقت، من حيث أن احنا نقدر ندخل منتجاتنا للدول الأفريقية بدون جمارك بسبب اتفاقية الكوماسة. فده معناه أن المنتج المصري يقدر ينافس بقوة كبيرة جدا في الأسواق الأفريقية. قلنا إيه المنتج المصري اللي السوق دلوقتي في أفريقيا بياخده؟ زي ما قلت لحضرتك المنسوجات والملابس والصناعات الأساس المنزلي والأساس المكتبي والصناعات البلاستيكية، لمبات الليد، الصناعات التكنولوجية اللي بتتصنع في مصر. يعني إذن إن الشاب دلوقتي المصري ما بقاش قدامه أي مشكلة، ما بقاش قدامه أي عراقيل، غير إنه بس اللي هو زي ما بقوله يحط في دماغه الفكرة بتاعته إنه يحاول يسعى إنه يستثمر في الدول الأفريقية زي ما قال دكتور الرئيس. الرئيس والحكومة موفرة لك الأمان إن أنت تدخلي أفريقيا، تدخلي الدول الأفريقية، تستثمري هناك بأمان كمصرية، تقدري تدخلي فلوسك وتقدري تستعيدي استثمارك ده مرة تانية. فعلا القيادة السياسية مهتمة جدا بالناحية المتعلقة بالإيد. الحقيقة خلصت حلقتنا يعني سريعا دكتور أحمد سعيد شاسم، حضرتك معي ياسين عيد، شكرا جزيلا لحضرتك. شرفت بيك. وعايز أشكركم جدا لحسن المتابعة، وعايز أقول كلمة واحدة بس للختام، تحيا مصر. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.